حكومة الخرطوم تتجه رسميا لاستخراج بطاقات تموينية للمواطنين. كشفت وزارة الصناعة والتجارة في ولاية الخرطوم عن اتجاه الحكومة رسميا لاستخراج بطاقات تموينية للمواطنين للحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وشح الخبز. وأشار وزير الصناعة والتجارة في ولاية الخرطوم دكتور جعفر أحمد عبد الله إلى أن الحكومة تدعم الخبز بمبلغ 35 مليون جنيه يوميا، ومع ذلك يعاني المواطن في الحصول على حاجته من السلعة لاستفادة جهات متعددة من غير المواطنين من الدعم. وقال إن هناك إجراءات ستنتظم الخرطوم خلال الفترة المقبلة لبيع الخبز للسودانيين حتى تكتمل مراحل استخراج البطاقات التموينية ليتمكنوا من شراء السلع المدعومة من الدولة. وحذر الوزير أصحاب المخابز من استخدام حصتهم من الدقيق في أغراض أخرى مثل الحلويات والمخبوزات. إذن حكومة ولاية الخرطوم محمد تتجه رسميا لاستخراج بطاقات تموينية للمواطنين للحصول على الخبز. هل يمكن أن تؤدي هذه الخطوة للحد من الندرة والارتفاع الأسعار الحاصل الآن؟ وهل بالفعل هذا هو السبب المباشر اللي هو استخدام الاستفادة من غير المواطنين من هذا الدعم؟ هل هذا هو السبب برأيك؟ طيب، المشكلة الأساسية فيما يتعلق بالخبز اللي هو في الأساس في عجز في إنتاج الخبز الذي يكفي حوجة المواطنين. التقديرات بتشير لأنه حوجة ولاية الخرطوم بتحتاج في اليوم لنحو 48 إلى 50 مليون رغيفة، وفي عجز يبقى 3000 إلى 5000 يعني 3000 إلى 5000 عجز في إنتاج الخبز. طيب، العجز ده ناتج من نقص حصص الدقيق. الدقيق ناقص ليه؟ لأنه السودان بيستورد قمح من برا، ما عنده قمح يكفي. يعني السودان بتستهلك في السنة تقريبا زي about 3 مليون طن، بينتج محليا 17% من الحجم. في مشكلة اللي هي مشكلة اقتصادية تتعلق بتوفير السيولة اللازمة لاستيراد القمح، وهي بتصل وتراوح من 2 تقريبا نحو 2 مليار دولار سنويا. طيب، العجز ده اللي هو في توفير السيولة اللي هو مربوط بالأزمة الاقتصادية واللي هي نتيجة لتراكمات الكلام الكثير اللي قاعدين نكرره كله مرة حول الأوضاع الاقتصادية. طيب، في عجز في إنتاج الخبز، لذلك بينعكس في توفر الخبز. في إشارات الحكومة بتتهم بعض أصحاب المخابز بالتلاعب، وده بيتطلب إجراءات أمنية، لأنه في ذات الوقت التكلفة بتاعت بيع الخبز أو بيع الجوال بتاع ده نفس الحاجة اللي بتحصل برضه لبعض أصحاب المركبات في بيع الوقود. يعني الجوالهم بيشتروا 27 بيبيعوا ب 200 جنيه في السوق الأسود، وأفضل لهم من إنه يشتغل في كحافلة أو يشتغل بتاع تاكسي أو غيره، لأنه الحافلة مرتاحة وقاعد بس يقعد يلقط في الوقود، لأنه ده بقى اقتصاد بتاع أزمة وبيصهر الجشع وبتصهر العديد من القيم السالبة في نفوس الناس. نفس القصة، إنه الشخص إذا باع الشوال بتاع الدقيق ممكن يحقق أرباح أفضل من إنه يشتغل ويشتغل عجين وغيره. ده داير ترتيبات من الأجهزة المختصة لمتابعة هذا الموضوع، لكن بشكل أساسي إنه ده السبب الأساسي. الإجراء بتاع الحكومة لمزرعة البطاقات التموينية وغيره ده إجراء ممكن نقول عليه إجراء إزعافي مؤقت أو غيره، لكن الفكرة الأساسية اللي هي لحل هذه الأزمة، يعني هي زي الشخص عنده صداع بتديه بنادول، لكن ده ما السبب الأساسي للصداع، ده مهدي. السبب الأساسي يعني هي ذات الفكرة بتاع الدعم المستهلك، دي فكرة اقتصاديا خاطئة. المفروض يتم دعم الإنتاج سواء من توسع في إنتاج الغم أو عبر اللي هي إعودة السودان، يعني دي طبعا عملية صعبة اللي هي تقليل استهلاك الغم باللجوء لبدائل أخرى زي ما حصل في العديد من الدول، لكن بقت مسألة صعبة جدا اللي هو زيادة أو استخدام وبدائل أخرى كالذرة وغيرها اللي السودان بينتجها، لكن ما عارفين نستفيد منها. لكن في ظل اتجاه السودانيين نحو الاستخدام الغمح والتوسع فيه في وقت. طيب محمد، بإيجاز، اتجاه الحكومة حكومة الخرطوم لاستخراج البطاقات التموينية في المقام الأول لاستفادة المواطنين من الخبز من الدعم الذي يقدم من قبل الحكومة، قد يرى البعض أن الأجانب واللاجئين والنازحين بما أنهم موجودين بصفة شرعية وقانونية من حقهم الاستفادة من هذا الدعم، هذه رؤية، بينما المتسللين عبر الحدود هؤلاء هم من يجب محاربتهم. يخشى البعض من أن تنشط بعض المنظمات الحقوقية الإنسانية في محاربة هذا الاتجاه باعتباره يتنافى مع القيم الإنسانية من حرمان هؤلاء الموجودين الآن من أجانب ولاجئين من هذه الخدمات. طيب، هو إذا تعمل الموضوع، يعني تعمل مثلا تحت البطاقات وغيره، حيكون في رغيف ممكن مدعوم
بأسعار محددة اللي هو الفكرة الأساسية. الحكومة عاوزة تتأكد من أنه وصول هذا الدعم إلى المستفيدين منه. المشكلة هسه مش بيتكلم على أنه في أجانب أو في غيره أو غيره، لكن المشكلة أنه هذا الدقيق بيتم بيعه في السوق الأسود، بيتم استخدامه لأغراض أخرى زي ما قال الحلويات والمعجنات وغيرها، بدل يتم استخدامه في مزارة الخبز اللي هو الحاجة الأساسية. هذا لا علاقة له ببطاقات التموين والتي تعنى طيب. بالاتجاه المباشر طيب والمواطن. اللي هو الفكرة الأساسية ذهاب هذا الخبز، يعني الحديث حول أنه وجود أجانب أو عدد كبير من الأجانب بيستنزف الدعم الاقتصادي، أعتقد أنه حديث غير دقيق. لكن المشكلة الأساسية اللي هو أنه يعني أنت الإنتاج بتاعك ضعيف، فأنت تزيد الإنتاج المزرعة بتاعت البطاقات ببساطة أنه في عيشة حتكون بخمسة جنيه للأشخاص غير حاملين البطاقات أو لغير الحصة، لأنه ذاته إذا جوك ضيوف حتحتاج لتأخذ من العيشة اللي هو غير مدعوم، حتبقى القصة كده عاملة. لكن هو ده كله إجراء مؤقت.